أغنية اليوم كنصورها في باترون شمال لبنان، هي أغنية رومانسية اسمها ما في من حبيبي، من كلمات محمد الواصف وألحان همام حسن، وتوزيع نور تيم وعدنان عمار، ومن إخراج إيهاب الراشد وإنتاج HFM Production همام حسن. وهي جوها رومانسي، ونخلي شوية يعني الناس يشوفوا شوية بس يحضروا الكليب. بروجرام ستار أكاديمي يعني هو اللي يوصل للناس، هو اللي من خلاله شافوني الناس وتعرفوا عليا. أكيد ليه يعني لولا ستار أكاديمي ما كانوش الناس يعرفوني، فضاف لي بزاف وضاف لي كثير الكثير الكثير، والحمد لله أنه خدت التجربة، لأنه تجربة حلوة حلوة حلوة. المشاريع بعد الكليب إن شاء الله في حفلات مقررة داخل المغرب، وفي أغنية إن شاء الله جديدة تكون بلهجة مصرية أو لبنانية. إذا بطلت غنى ممكن يعني برات لهذا ممكن يكون فاشن ديزاينر، عم فكر فيها اصلا من هلا يعني. فاشن ديزاينر تشيسكات تشيسكات ممكن ندير شو على اليوتيوب، ولكن لانه السوشيال ميديا الحمد لله عندي بزاف متابعين، قربت للمليون بالمناسبه، كنشكرهم واحد واحد. فممكن ممكن ولكن فكره مؤجله يعني. واكيد عبر موقع ستارك اريبيا كنبغي نشكر جمهوري جيش تشيسكاتي، خصوصا اللي ما تنسانيش واللي مساندني دائما. كنقول لهم كنبغيكم بزاف 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 تشيسان تشيسكاتي. ونغني مقطع حصريا لستارك اريبيا. ما في من حبيبي بجماله جماله حتى في خياله، الله حاط في قلبه طين وعسل ما في منه. انتظروني.